علاش الفوتوغرافيا عيانه في الجزائر؟ اولا ماتريال غالي بزاف غالي باسكو ليكونومي تاعنا شابه وما عندناش بيان سور لامبورطاسيون. الماتريال تاع الاوديو فيزيوال كاع اللي في الجزائر يهبط كابا وغالي يهبط يخلص صافي تمتم يطيروا به. اون بليس لازم تدير لها زوج ولا ثلاثه لي لانز معاها اللي بالك لانز الواحد يكون يقدر يلحق غالي على الكاميرا المام. اون بليس لايت اون بليس جيمبول اكسيتيرا اكسيتيرا تقعد تشري في الماتريال والماتريال توجور غالي. السبب الثاني الدوله ستريكت بزاف صافي باش تخرج نتايا تفيلمي ولا باش تخرج ويحكموك منا لازم يدومونديو لك ديزوتوريزاسيون توجور في لي بلاص بيبليك. واذا حكموك فيلمي في وين كاين لي انستيتو تاع غوفرنمون كيما لي بوست بوليس ولا اي عفسه فيها العالم الجزائري كابابل. وحكينا بلي ماتريال غالي كابابل يدوه لك سيزي.